السلام عليكم يا شباب. هنكمل كده ان شاء الله محاضرة الاسبوع ده من كورس الرياكتور على الجزء اللي لسه احنا في النانو ايزوثيرمال هنكمله. احنا خدنا السي اس تي ار، دلوقتي هناخد في المحاضرة دي البلاك فلو رياكتور والباتش رياكتور لو كانوا شغالين نانو ايزوثيرمال. الموضوع مش بيختلف كتير عن نفس الدريفيشن اللي اتعمل في حالة السي اس تي ار، برضو بنبدأ بالمول بالانس. وطبعا احنا في البلاك فلو رياكتور عرفنا ان احنا بناخد جزء من الطول وليكن دلتا ال، وكنا بنعمل عليه بقى الجزء النمبر اوف مولز اللي داخله او اللي خارجه ايكوال اللي داخله بلس الجنريشن، فده احنا الكلام عارفينه. بنفك هنا كده حته الفوليوم تبقى الاريا في الدلتا ال، فده ما فيهوش جديد. وبعد كده بنوصل في الاخر لمعادله اللي هي رقم واحد دي، اللي هي شكلها زي ما احنا شايفين كده، فدي كده اللي وصلنا لها من المول بالانس. طبعا هنا الاريا دي الاير كروس سكشن اريا اللي هي ثابته على طول الرياكتور كله لان ده بلوك فلو، تغيير ال n مع الطول بتساوي الاريا في السيجما اي في الريت، لو بنعمل مثلا اي ده الكومبوننت بقى ايا كان اي او بي او كده. بعد كده نبتدي الهيت بالانس. الهيت بالانس تفاصيله موجوده للي عايز طبعا يفهمها، بس هي نفس الفكره، احنا برضو بناخد هيت ان واوت على الطول اللي احنا واخدينه اللي هو دلتا ال اللي واخدينه من الرياكتور، والكيو داش دي بس هنا مضروبه في دلتا ال كده تبقى بير يونت لينس. وبنكمل بقى الكلام ده لحد انهي الخطوات كلها خطوه خطوه، لحد ما بنوصل في الاخر للمعادله رقم 2 اللي جايه من الهيت بالانس او الانرجي بالانس. طبعا هدفنا ان احنا ندخل الماتيريال بالانس او المول بالانس مع الانرجي بالانس. السميشن ده شفناه من قبل كده، هو الدلتا اتش ار او الهيت اوف رياكشن اللي بتبقى جيفن في المسائل. وده الشكل اللي في الاخر اللي وصلنا لمعادله 2. يعني اهم حاجه عندنا معادله رقم 1 اللي هي دي من المول بالانس، معادله رقم 2 اللي هي من الانرجي بالانس، طبعا تاني الاريا الكروس سكشن اريا والريت اوف رياكشن هو الار، والدلتا اتش ار دي اللي هي الهيت اوف رياكشن على حسب بقى اكزو ولا اندو، قيمتها بتكون نيجاتيف او بوزيتيف، بس في نيجاتيف هنا. هناخد طبعا احنا الحاله السهله اللي بنشتغل عليها، حاله ان رياكشن بسيط كده ايه بيدي بي، يعني بيكون فيرست اوردر. فيرست اوردر يبقى الريت بالنسبه لنا الكي في السي اي زي ما حصل هنا. يعني احنا كده خدنا معادله رقم 1 اللي كانت طالعه من شويه كان فيها هنا نفس الشكل ده، بس كان هنا في سيجما، فالسيجما تبقى نيجاتيف، يعني احنا واخدين الرياكشن ده السهل اللي هو 1 اي بيدي بي، فشلنا معادله رقم 1 حطينا السيجما بنيجاتيف 1 او يعني بالنيجاتيف يعني، والكي اهو في السي اي دي كده حته الريت. نشيل بقى هنا اللي حصل ايه، ان احنا برضو وممكن نفس الكلام برضو نشيل الدي ان اي بقت كيو في دي سي اي، والكي بقت كي نوت في اي باور نيجاتيف الاكتيفيشن انرجي على ار تي، فوصلنا المعادله رقم 3 اللي هي شكلها كده. نفس الفكره برضو هنعمل نفس المعادله اللي هي رقم 2 اللي هي بتاع وصلنا من الانرجي بالانس، نحط فيها شكل الكي وشكل يعني شكل الريت، وبعد كده نشيل الكي اللي جوه الريت ونحطها كي نوت في اي باور نيجاتيف اي على ار تي. ونكمل بقى شويه كده ان احنا هناخد بقى السي بي ثابته، بنسميها سي بي للميتشر، والرو برضو بناخدها ثابته لو ظهرت رو، يعني لحد هنا مفيش، احنا هنا بس السي بي هناخدها ثابته. وممكن نستخدم زي ما كنا في السي اس تي ار طالما ممكن نمبر اوف مولز وممكن ماس على حسب وحدات السبيسيفيك هيت. فالسبيسيفيك هيت او السي بي لو كانت برمول ناخدها نضرب في الان، لو كانت برماس نضرب في الماس، ونظبط كده شكل المعادله نوصل لمعادله رقم 4. فكده بقى عندنا ايه 3 اهي و4، واحده دي كده من الماتيريال بالانس وواحده من الانرجي بالانس، بس اليمين للرياكشن الاول اللي هو السهل ده. لكن اول معادلتين 1 و2 دول كده 1 دي و2 كانوا شكل عام خالص لاي رياكشن. احنا هناخد الحاله البسيطه اللي هي الفيرست اوردر رياكشن، فوقتها هنوصل للمعادلات اللي هي 3 و4. كمان خدنا كمان 4 دي وصلنا لها منين، احنا شغالين ادياباتيك اوبريشن، فبالتالي الكيو اتشالت، طالما ادياباتيك اوبريشن يبقى الكيوب زيرو، فكل ده يعني المعادلات اللي هنطلعها تمشي الحاله دي بس، فيرست اوردر رياكشن واديباتيك. هنبدا بقى تاني 3 و4 دول نعملهم في دايمنشنلس جروب او دايمنشنلس فورم، اللي هي نجمع شويه حاجات جنب بعضها ونديهم رمز زي ما عملنا في السي اس تي ار،
اللي هي الالفا والبيتا والجاما. وزي ما عملنا بالظبط في السي اس تي ار، ومش محتاجين حاجه هنا نعرفها غير يعني المعادلات بقى اللي هي 3 و4 بقوا كده، بقوا 3 داش و4 داش، بس مش محتاجين نعرف حاجه غير الشكل ده. يعني محتاجين الالفا كده والبيتا هي بتساوي كده والجاما كده، وممكن دول كمان يبقوا جيفن، فاحنا بس بنعوض فيهم مش اكتر من كده. سي ريفرنس وتي ريفرنس زي ما اتفقنا هما الفيد. سي ريفرنس هي سي اي فيد، تي ريفرنس هي تي فيد. بعد كده نضرب المعادلة 3 داش دي بيتا ونجمعها 4 داش، برضو نفس الخطوات دي عملناها قبل كده في السي اس تي ار. هنوصل للشكل اللي قدامنا ده كده، اللي هو التفاضل بتاع اكس اي على دي ال في بيتا بلس دي واي على دي ال بزيرو. لو عملنا انتجريشن للكلام ده كده يدينا ان الريشيو دي اللي هي البيتا في اكس اي بلس واي ايكوال كونستانت. طبعا نسترجع تاني، الواي هي تي على تي ريفرنس، والتي ريفرنس هي تي فيد، وال اكس اي هي السي اي على السي اي فيد. عند ال بزيرو عندنا ال بزيرو يعني لسه في بداية الرياكتور، فيبقى اكس اي هي اكس اي فيد وواي اسمها واي فيد. الريشيو دي كونستانت زي ما بنقول، بيتا في اكس اي زائد واي بتساوي كونستانت، يعني ثابتة بقى. لو خدناها مثلا عند اي نقطة هي نفسها، تبقى نفس الريشيو عند الفيد. ممكن نجيب منها الواي ماكسيمم على حسب بقى قيمة الاكس اي اللي هي يعني عند اعلى كونفرجن. المهم ان احنا هنا لو جبنا الوايز لوحدها في ناحية هنوصل للشكل اللي قدامنا ده. نفس الفكرة تاني، بنحط الواي فيد بوان والاكس يفيد بوان، يبقى هنوصل لمعادلة رقم 5. فاحنا اللي يهمنا برضو بعد المعادلات اللي هي الالفا والبيتا والجاما، معادلة اللي هما دول وراهم على طول، يبقى محتاجين دي عشان طبعا نعرف نجيب الواي منها. ونس انك عرفت الواي يبقى بتساوي تي على تي فيد، تي فيد معروف، نجيب التي اللي خارجه كام. لو عايزين نجيب الاكس اي في ناحيه لوحدها هتبقى كده، بس هي هي. فدي كده معادله رقم 6، فدول برضو المعادلات المهمه اللي احنا هنبقى محتاجينها. هنا المعادله اللي هي 4 داش، 4 داش لو رجعنا بصينا لها كده، اللي هي الشكل الدي واي على الدي ال، او تغيير يعني درجه الحراره مع الطول. هندخل بقى معاها 6 داش، 6 داش اللي هي شكل الاكس. فالاكس اي نشيلها من شكل الرقم، معادله رقم 6 اللي هو ده كده، هي الاكس اي نحطها في 4 داش. نوصل منها ان الدي واي على دي ال بكده. نفصل بقى متغيرات كده، نجيب الدي واي لوحدها في ناحيه والدي ال في ناحيه لوحدها، فهيبقى الدي ال ايكوال كل القصه دي، او يعني دي واي على القصه دي كلها. يعني دي ال هيجي هنا كده، وبعدين ده يجي تحت دي واي، هيبقى بيساوي دي واي على كل الكلام ده كده. نعمل انتجريشن، فيبقى الانتجريشن دي ال هيبقى هو ال الطول بقى كله بتاع الرياكتور، وهو ده بيكون المطلوب انك تشوف طول الرياكتور المطلوب كام. هيبقى انتجريشن من فين لفين بقى؟ احنا بنعمل على الدي واي، فالواي الدي واي بتتغير منين؟ من 1 1 ل 1 في الاول خالص اللي هي عند الفيد في بداية الرياكتور، الواي بوان اللي هي هتبقى تي فيد على تي فيد. لأي واي بقى تانية، أي واي تانية هي التي بقى عند أي نقطة في الرياكتور. طبعا لو على طوله كله يبقى هتجيب لك الطول كله، فيبقى الواي في الآخر خالص يبقى هتجيب لك الطول كله، يبقى دي هنا تي على تي فيد. من الباتش بقى نفس الفكرة، فبنوصل في الآخر ونفس القانون بتاعه، بس بدل ما بتحسب اللينس بتبقى التايم. فهنا كده يعني انتجريشن ده كده هيديك التايم بكام، يبقى التايم هنا هيساوي الانتجريشن ده، هنا الفا وهنا طبعا اي نيجاتيف واي على جاما، ودي هنا جاما. بس كده. فاحنا عندنا كده محتاجين المعادلات اللي هي اللينس، اللي هي البلوك فلو رياكتور بتحسب له اللينس بتاعه كام، والباتش رياكتور بتحسب له التايم بتاع الرياكشن كام من المعادله دي. ونبدا نشوف كده مع بعض اول مساله هيبان فيها كل حاجه. وطبعا الموضوع بسيط جدا، ما فيش فيه حاجه غير الكام معادله الاخرانيين نعوض فيهم ونحسب اللينس اول تايم. عندنا هنا فيرست اوردر جاز فيز ايرفيرسيبل اكزوثيرميك، اكزوثيرميك بس نخلي بالنا يبقى الدلتا اتش بنيجاتيف، فمع النيجاتيف اللي في القانون اصلا تبقى نيجاتيف. هو اوريدي هنا جيفن اهي الدلتا اتش بنيجاتيف بتاعها كده، يعني الدلتا اتش بنيجاتيف 10000 فيرست اوردر، فبيمشي عليه الكلام بتاعنا. جاز فيز بس وزاوت تشينج النمبر اوف مولز، ادياباتيك يبقى يمشي برضو عليه الكلام اللي احنا كله الاستنتاج اللي احنا عاملينه ده يمشي عليه. بلوك فلو، فكده خلاص يبقى احنا عرفنا النوع بتاعنا ايه بلوك فلو، يبقى القوانين المحاضره دي. الرياكشن ريت كونستنت الكي بيساوي 10 اس 10، فده كده عشان نطلع منه ايه الكي نوت.
والكلام ده في اي باور نيجاتيف 20,000 على ار تي، والاي بالكالوري بير مول. فممكن نبدا بقى نطلع كده هنا كده، نكتب اول حاجه الكي نوت 10 باور 10 اليوم بتاعتنا ايه سكند ماينس 1، والاي ب 20,000 كالوري بير مول. ده كده اللي طلعناه من اول سطرين. الفيلوسيتي اوف فلو الفي بالسنتيمتر بير سكند، هنشوف دلوقتي نعمل بيها ايه. 10 سنتيمتر بير سكند. الهيت اوف رياكشن الدلتا اتش او نيجاتيف دلتا اتش ب 10,000 كالوري بير مول. ايه كمان الدنسيتي بتاعت الفلويد، دنسيتي 10^-2 جرام بير سنتيمتر كيوب، يبقى الرو ايه تاني. السبيسيفيك هيت سي بي 1.2 كالوري بير جرام ديجري سي او ديجري كلفن، مش هتفرق كده كده بنحول الابسوليوت تي لكلفن. سي بي 1.2 كالوري جرام سي او كلفن مش هتفرق. الفيد تمبرتشر التي فيد 80، والكونسنتريشن بتاع الفيد السي فيد 0.01 جرام مول بس بير لتر. نخلي بالنا بقى كده هنا، يبقى هنا عندنا التي فيد ب 80 ديجري سي، لكن السي فيد كام 0.01 جرام مول بير لتر. فهنا في مشكلة بقى، حاجة بسيطة يعني خلي بالنا بس منها، ان ده الوحيد اللي بليتر، كل الحاجات التانية بسنتي. فنخلي بالنا كده من الاول هنا، ممكن نقول ده كده 0.01 على 1000 على السليتر تحت، فنضربه في 1000 عشان يبقى جرام مول بير سنتيمتر كيوب عشان الوحدات كلها تظبط معانا. كده خلاص. ايه المطلوب بقى؟ اللينس بتاع الرياكتور يعني تعويض مباشر في اخر معادلة تو اتشيف 90% كونفرشن. وكمان وات از اكس تمبرتشر، يعني عايزين التيب كام في الخروج، وعايزين اللينس بتاع الرياكتور كام بحيث ان الكونفرجن 0.9. اول حاجة كده نبدأ نجيب الدايمنشن جروب اللي هم الالفا. الالفا هنا ايه في كي نوت على كيو، مش في هناك في السي اس ار كانت في كي نوت، فهنا ايه كي نوت على كيو. طب فين الاريا وفين الكيو؟ لو نفتكر هلاقي هنا في جيفن كده، الجيفن ده هو اللي فيه الاريا والكيو، اللي هو مين الفي. الفي هي نفسها كيو اوريدي على الاريا، فيبقى احنا كده عندنا كيو على الاريا ايكوال 10، وعندنا الكي نوت جيفن ب 10 باور 10 برضو، والكيو على الاريا تحت ب 10، يبقى الالفا 10^-9. وطبعا ده ملهاش وحده، هي دايمنشنز. خلصنا دي، نروح نجيب مين البيتا. البيتا كانت جواها ايه؟ البيتا كان جواها الدلتا اتش نيجاتيف دلتا اتش، فهي نيجاتيف دلتا اتش ب 10,000، وبعدين في السي فيد، السي فيد 0.01 بس على 1000 عشان نظبط وحدتنا. تحت كان عندنا في الدينستي 10^-2 وحدتها مظبوطه، في السي بي برضو وحدتها مظبوطه، كله كالوري على كالوري، الدنيا مظبوطه معانا اهي. يعني الدلتا اتش كالوري والسي بي كالوري، فكده تمام. لو في واحده جول وكالوري لازم نخلي بالنا. في التي فيد 80+273 دي لازم تتحول. نطلع من هنا البيتا هتطلع 0.236، ملهاش وحدات برضو. لو لازم تتاكد بس اهم حاجه كل وحده حاجه هنا، لو فكينا كل ده بالوحدات لازم كله يطير مع بعضه. بعد كده نجيب الجاما. الجاما كانت عباره عن ايه؟ عبارة عن الاي الاكتيفيشن انرجي، وبعدين تحت في الار، الار هنحطها بكام هنا؟ 1.987 عشان الاكتيفيشن انرجي بالكالوري. في التي فيد تحت 80+273 يطلع الكلام ده 28.5. طيب بعد كده خلاص، طب احنا عندنا ايه اللي احنا عارفينه؟ ايه الرول؟ اللينس ايكوال انتجريشن من 1 الواي، ده مش حفظ، هو بس قدامنا ونعوض فيه. وبعدين دي واي، بعدين تحت عندنا الفا اي باور نيجاتيف جاما على واي
في 1 ماينس واي زائد البيتا. الالفا عندنا، الجاما عندنا، البيتا عندنا. طب الواي بكام؟ احنا بنعمل انتجريشن بالنسبة لكام، فلازم نجيب الواي. فعايزين نجيب الواي، نجيبها منين؟ هنلاقي فيه معادلة رقم، نرجع كده عندنا معادلة رقم كام؟ معادلة رقم اللي هي 5، الواي ايكوال 1 ماينس بيتا في اكس اي ماينس 1. فهي دي هنحاول نجيب منها الواي. نكتب كده ادي الواي ايكوال 1 ماينس البيتا في اكس اي ماينس 1. طب اكس اي دي منين نجيبها؟ ما احنا عندنا كونفرجن، الاكس كونفرجن اوريدي ب 0.9. الاكس سي اي فيد ماينس سي اي على سي اي فيد يعني 1 ماينس اكس اي. ما هي اكس اي عبارة عن الريشيو بين الكونسنتريشن بالنسبة للكونسنتريشن اللي في الفيد. يبقى عندنا كده اكس اي ب 0.1. عندك اكس اي ب 0.1 وبيتا عندنا، يبقى جت الواي. الواي هنلاقيها طالعة 1.02124. طبعا دي ريشيو، برضو ريشيو بين درجات الحرارة. فدي كده قيمة الواي. جبنا قيمة الواي، نطلع فوق، يبقى اللينس بتاعنا هيساوي انتجريشن من 1 لـ 1.02124. دي واي فوق. الألفا عندنا 10^9، اي باور نيجاتيف جاما 28.5 على واي في 1 ماينس واي زائد بيتا، البيتا اللي هي 0.0236. طلع الانتجريشن ده بكام؟ اللينس هيطلع بالسنتي، يعني كل وحداتنا سنتي. اخر حاجة خلاص كده، اللي كان مطلوب التاني اللي هو درجة حرارة البرودكت كام. خلاص هي الواي، الواي هي تي اوفر تي فيد، تي فيد 80 بلس 273. الواي عندنا من هنا جيت التي بكام؟ بكيلو. بس كده هو ده الحل، خلصت.